السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. واليوم عند شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وفي تدشين سيارة جديدة، سيارة فاخرة من سيارات الـ SUV المهمة جدا في عالم السيارات، نبي نروح نتعرف عليها. وبسم الله، مجموعة من الشباب الحلوين، أبو محمد جيتي سودانيز، طبعا إبراهيم سعودي أتوبان، طبعا مشاري ناصر غني عن التعريف، مشاري ناصر يا حبيب قلبي. بس تديني شو طبعا كلنا حنشوفها اول مره، صح ولا لا؟ على الطبيعه فباذن الله. في واحد لسه هنا متخبي قاعد يكشخ، معروف متعب السعد ابو عبد الله، ما يحتاج، الشباب كلهم قنواتهم موجوده تحت بالوصف، اشتركوا بقنواتهم لان صراحه كل واحد عنده محتوى طبعا في السيارات ومختص بشيء مميز وجميل. فعموما نبي نروح نشوف باذن الله. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا والشباب الحلوين دخلنا هذه السيارة، تدشن تحت الستار، معروفة وش هي يعني، باينة من تحت الستار ابو محمد، معروفة برسماتها يا شيخ. اي ما صحيح، نبغى نشوفها كذا من الخلفية كيف. طبعا احنا نتكلم عن سيارات بريطانية ما شاء الله تبارك الرحمن، الجاكوار والسبورت رينج روفر، طبعا الفيلر، عموما ما علينا. محمد بصباح، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله تمام. اليوم حتلمسها كثير ولا ضغط عليها بالاصبع؟ وش رايكم بالاف اي الكهربائيه؟ يقولون صوت ساق كهربائي يطلع فولتات. وتطوير وهندسة سيارة رينج روفر الجديدة في المملكة المتحدة. وخلال هذه العملية أصدرت لاند روفر ما لا يقل عن 125 براءة اختراع تغطي كل شيء في السيارة، واستخدم مهندسو لاند روفر تكنولوجيا المحاكاة المشتقة من عالم شويات ان شاء الله بيكون الكشف عن الرنج روفر الجديد. ما شفنا غير صور، اليوم نشوفها واقع باذن الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو الرينج روفر 2022 الجديد بالكامل، سيارة الـ SUV البريطانية الفاخرة اللي تستخدمها كسيارة فخامة وكسيارة أوفرود. بنروح نشوف الـ SUV. لاحظوا خطوط الرنج ما تغيرت من اول تصميم له، السقف خطوط هذه اللي من تحت، الرسمه، الارتفاع هذا. طبعا دركسون يمين، هذه نسخه عرض يجيبونها من المصنع، تعرف الموتر البريطاني هذا. ما شاء الله تبارك الرحمن، لاحظوا الطاولة هذه بنرد عليها ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذه زي ما قلنا نسخة العرض، دركسون يمين،
هذه كم سعرها؟ هذه اقل شيء 10 دولار. شاشات ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب في ثلاجة خلفية تتوقع؟ يا اخي يمكن اشتري واحد زيها يا اخي. الله يبارك لك. خلاص خلونا السيارة. الله يرزقنا بس خلاص. بس هنا ورا وروش البرق هنا. هذا 4 مقاعد بس صح ولا لا؟ هذا لوكتيل بس العادي. بس بيك تاخذ تطلع الكرسي اللي ورا. ابغى الكرسي هذا عشان الحارس كانت عندهم موجوده الهرم. هذا ستار الاس في الفاخر. احد الحركات الجميله صراحه بالرينج روفر 2022 اللي هي المراتب هذه. الجلسه اللي بالشنطه. طبعا لاحظوا الداخليه قماش بالوسط جلد. تقدر تختار الشيء اللي يعجبك عند الرينج روفر، ما عندك اي مشكله. شوف الفرميكة. طبعا المقاعد قريبة فاصلين تطفي الموتر. هذا اوتو جرافي اللي يحب القماش عشان يخفف الحر. ممكن يخلوا لك الوسط هذا صراحة. نحسه اخي شبيه بال تحسه مغاط مطاط. هذا اللي يبغى البارد يعني افضل من الجلد مثلا بالنسبه له. ممكن يختار من المقاعد هذه. طبعا هذا المحرك